بدأت تحكي لي على ال... لما رحت على البرازيل بالبيخ. أنا سافرت على البرازيل سنة 1956. 1956 أول مرة. بعد بي بشي 3-4 سنين. 56 هو راح يمكن 52. أنا 56 رحت من هوني. رحت أنا وبعدين رفعوا علي. رحت بالبيخ. إيه بالبر ما كانش في طيران. كانش في طيران. وكيف وصلت على بيروت؟ وصلنا بيروت هناك في بوسطن في خبطوها. رحنا فيها نحن طلعنا من خبطوها 16 مسافر. 16 مسافر. نعم. 16 مسافر. ورحنا البحر بره الله أعلم ده شو كان. ايه بيلي اسمه السلطة رحنا نستعني لخيب بيروت السلطة اسمه السلطة هيدي راح تودتنا رجعت بشعر واحد والثاني غرقت غرقت يا الله كان يوم صعب كثير ما كانت مثل ايام صعب كثير نحن لما وصلنا هناك محسوبة ما ليش حالا رابي رسمية هيك ما في شيء اللي حالا كان اللي عمي كان سافر مني ب 27 يوم 27 ياما 27 ما فيش عنده في شيء مدة اللي أنا سافر شو بدي شو ده بيعرف شيء لا كان بيضه هو ويوسف رام حسين ومحمد عبد المنصور من غزة نعم وفي واحد ثاني من بيت المزروب اسمه أحمد سعيد المزروب هذا كانوا ساكنين بأوضة واحد من حمارة اسماعيل بعرف شو هو فات محل في بيخ بنت أحمد وبي هو ولما وصلت هناك وصلت على الصنط لما وصلنا وصل لعصنص طيب ومين لقيك؟ هونيك أنا اللي راح الآن أنا محمد عبد المنصور ويوسف بن أم حسين من غزة هاو ذي راحوا جابوني من هونيك والبقاوي فات كله فلوا قبل من البيت أنا هالي والله أنا أكسرت أقول لي عمي أنا ماليش حالة أنت تتحارب بالبحر إيه والله أكسرت الله أنا الشيطان صرت طبع ولا جاء زلم من عندنا من خبطوها من عائلتنا هنا من بيتنا يقول له أحمد عمر وأمين يا عمي لا تخاف شو بتسوي يا قرايب انت من السلطان لوسي ها بتسوي لك كم بو على ابو مو على الورا وخيهم بعد الظاهر ابو ظاهر راح يستقبلوني بس المهم انه وصلنا لهونيك عرفت انا بهذيك ما بعرف اسمها المطرح اللي عطيه يمكن اسمها فيلا بوردنتي فيلا بوردنتي في بوردنتي الله هيك انا قعدت فيها مدة كم يوم بعدين سعيد عبد الرحيم مدوب كميخ سلمى بنت خالك الشيخ احمد بشير هن اخذوني على البلد اللي ساكنين فيها استأجروا الاوضه صغيره هاي وقعدت فيها بقيت انا مدت ما بعرف كم سنه كان بوالي كان يكون فابريكة كولشاز كولشاز ايه والله صعب الغربي والله صعب لا بيعرف لسانهم ولا بيعرف يا الله والله صعب كثير والله بعد رايح صعب والله كان صعب للاخ عنا فابريكة كل شيء مد طويل حتى هيك تعرفت على بعمتي مؤمون الله يرحمه لحقت له مؤمون ايه انا لحقته سنة كيف كانت شخصيته؟ كانت شخصيته شفت كيف كان مؤمون يبقى لك مؤمون ايه هو شخصية مؤمون هو كان صغير بس بس كان انصح الله يرحمه كان شو ودي لك عنه كان مثل سعيد ابنه اكبر كان اكبر سبحان الله تعرفنا عليه هون تعرفنا على ابو علي الصيف ابو علي تقريبا نانية بزيدة صرت بدي شيء ما بدي شيء
تحكي معه. أحكي معه. كان بي هناك كان موجود. كان عز الدين شبيته. دين شبيته. كان بالله. يرحمه الفتح على روحه الفتح على روحه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. عيد رمضان. نعم. إذا المرحوم عنده مول عمي عيد ما صار عند سيد الرحيم نحن هناك. عيد كل اللي إلا أنا. أيوة. عيد وكل مثلا. أم محمد سعيد زعلت. قلت له يا بنت ليش أنت كنت ما يتوفى الحمد لله. قال لها هي بصومش. أيوة. قلت له اسأل عيالتها وكل بصومه. قال له قلت والله ولا حد صايم اللوم. لا هو. من يوم هو أخذ سبحان الله. سبحان الله. فكر عني إنه لا. مين هذا؟ بومأمون. بومأمون. نعم. وصار هو يوم قال لي بدك تروح لعنا ومحل بطلت يعطاني العنوان. صرت أروح لعنا هي صار معهم كمان يجي. أنا أفضلت مدي طويل حتى أنا وأحمد مثل أنت وأحمد كيف أنت وأحمد خير نعم أنا أخي يا الله والله أنا كنت أنا وياه أبو علي أحمد ما في يعني شو بدي لك أخي أخوي أخوي سبحان الله سبحان الله ما حدا يعرف عن حياتي أنا حتى هو ما أقولش أنا شو أنا كنت أنا أضلت يعني كنت حياة صعبة كثير كثير بس ما خلص فعلا نعم لحتى الله فرجها هيك و صرينا هيك وقلت أنا بدو الحج نعم حج برجع البرطية لأنه بي كان عم يرجع لإني سيما رح يروح لعندي وما بعرف شو هو يعني حشاني بي حملت بعد نسيت على أساس نحج محمد أرفل تعرف محمد لا زين الحين إذا أنا خلص أقول الباسبور مين خزقه الأمن العام هناك ببيروت بالمطار ليش هو كان في كان الحرب الأهلية بالسعوديين وبوقت أنا سمعت باسبورتات ومدري شو قال الباسبور أنا رحت أرجع في المس عشيس ما بعرف أول شيء منه يعني كان يمكن خالص مدته لا مش خالص مدته ولا أقول شيء بس ما نسيت من ال كان هيك الأورف ما هذا أولو بنا نحن رحنا ونروح على أساس على الحج تلفن لك في تلفون لا واحد بيقولوا له بلغني فيت الله يرحمه تلفن له منيك ورحت شوف أنا عبكرة بنمشي على الحاج قلت لك خي الغيل انت فيك تقول الله تعالى بس أنا ضابني هيك هيك وبيّن ما أريد شوي بيت له ثاني سنة قبل الحاج بدك تقول بشي 20 عام تفهم محمد بي سبحان الله قلت أنا لك أنا بروح حج وبشوف ضمني بسفر روح الحج زينة وبعد ما زينة من الحج أمي أكبر من بيه بالعمر أساسا نعم خطير لا هذه كانت مجوزة على كامل وأخت مجوزة من شيخنا بالضيعة بقول له شيخ تفريع شيء بالحوش نعم وأخت ثالثة جاوبت على سوريا مش مين يقول أمي أبا عليت أنا وعادت أني كنا متصلون يتجاوز أنا أقول لهم ما في لا بتجاوز ولا بتجاوز مغلوش حالك اللي توفى المفهوم بين هو اللي كان يحرض إذا هذا الشيخ توفى مدري شو صابوا هاي كنا عادين ساكتنا نادين إذا قال لك بدك تتجوز أخطب البي مشيت يعني قال لي بدك تتجوز مش إنه قايل لك حكي ومحزك ومدري شو أنا هو كان قايل لي بس روايه مش صحيه كثير
قلت له أنا لو بدك تموت وانت عم تتجوز لازم انت يعني تقرر تتزوج فرق في قبره. اه قلت له اجي عمي واجت حدا من خويتي بتشوف صاروا يحكوا قلت له روح وبها استمرت على عزيز ما بيعطونيش انت قلت هلا روح احكوا فيها قلت له احكوا فيها انه انا مش راح اعطوني مش اعطوني ما اعطوني صار عمي بده يعيش يسوى الله يرحمه يسرب له طرقين باللطف لو راح درست يا عمي بس ليش هيك المهم انه الله سبحانه وتعالى قلت انا كان جوتي سبب امي كانت حرمي في صالحه فقيره سبحان الله كثر ما دعت هيك الله سبحانه يسر الامور اي والله سبحان الله هذه حياتنا هي رحت فيها على البر فيه ايش ابو علي علي احمد لا قعدي قعدي شو عم تروح وتتعذب وتيجي ما تفضل الله يهديك كل حنفتك ايه بدي ياكل بدي ياكل الا بدي لا تحرش اسال ياكل الا بديش عزيمه من هون يا اهلا وسهلا الله يتاهل فيكم ايش ابو علي احمد انا بدي اخذ معه البصيل ايه أنا كنت والله أحمد الصيفي أحمد الصيفي إجا لهاون إجا لهاون بده يأخذني معهم تعمل يعني مثل السياحة يعني أخبت أدربت في شهر شهرين قلت له أنا خلص عشره هو كان يعرفني أنا حب البرازيل كثير أنا بقيت أني كثير وأكره أني يجي لهون قعدت عنده البيت لخي احمد حتى انا وياه سوا على قداش فرد وتسع سنين قعدنا سوا يلا طيب تسع سنين تسع سنين ورجعنا عمرنا بيت انا وياه سوا في جيل افضل في ذاك البيت كان لاحمد داشوخ نعم وصار في طواف والبيت ميل اشتري لي قال بطلع منه مع الشباب طلعنا منه وعمرنا بيت انا واحمد نعم وانا جيت هونيك واحد البيت عمرته انت وياه انا وياه شراكي شراكي جيت واخذه احمد احمد وقت اشترى هالفابركي هو المرحوم احمد الله استاذ احمد الله نعم خيول فابركي شو اشتروها؟ اشتروها موبيلي موبيلي طولوا شك ما بعرف اخوي يعني ما طولوا شويه ضم ضمت لحم الحال انا جيت وهو الله يعافيه كفيني وبعدين هو صار مسؤول عن ما بعرف شو عن السعوديه جمعيه بكر الصديق وبعدين صار في عنده علاقات بالسعوديه ما كنت انا هيك سبحان الله بس ولد احمد هالقوار كلتنا محمد ونزهه انا عمل اكثر ما هو عمل يا والله انا عمل له مبين اكثر ما هو وكان يحبوني نزهه كانت تاون والله يعني نعم نزهه عم بقى كانت تاون هي مين اهل كبير بنت كمان بنت خيبو علي الصيف بنت محمد ابن محمد انا وين مصيف ما من كلنا ابن محمد دكتور علي دكتور ايه دكتور اجي لعندي اجي لعندي دكتور علي الصيف اجي لعندي انا ونسى دكتور اطفال يمكن ها لا عام لا لا هذا بامريكا لا عم تحكي عنه رياض خي رياض كمان طب عام سبحان الله ملت حيلك وجيت وقعدت هون والحمد لله وين راح ستك ام محمد مرعيس طيفي ام ابراهيم لا محمد لا مش وعيه مش وعيه ستي زين وعيه والله هي ماتت قبله مش عارف بلا 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 ماتت قبله لكم ماتت قبله ام ابراهيم الله علي علي الصيفي علي الصيفي بالضيعه تعرفي شيء لا؟ ايه طبعا تعرفي لا؟ خيو لجدي حسين ايه كان بيت لا لا هي بتعرفوا لا تعرفوش بتعرفوا لا بعرف علي الصيفي علي الصيفي ابيي ايه ابيي ايه بالسلطان هو عم نحكي عن خي جد خي جدي امك بعرفها بقت اسم الله
والله هيك شخصية. صح. رحل عنكم كتير. صح. ومرة رحنا على السلطان كانت عمتي وطفة من محمد مرعي. ايه وطفة. كانوا بعضهم بالسلطان. ايه. ووصلتنا البوسطة كان بوسطة من ضيعتنا تروح على بيروت. ايه. لا الخط على السلطان. اي والله طلعنا انا وبي وعم المرحوم بو اناس. طلعتوا كيف ماشي؟ ماشي طلعنا لفه. اي سنه؟ بيتهم على خلط ضيعه. ما كانش بالطريق. بيتهم يا ابني كان بالخمسينيات على محيط الشارع. وين بيت بو بنصوح؟ نعم. بيت بيت بنصوح بصير شوي للمرحوم الشارع. وعندهم برندات. كان ايام شتوية وشمست الدنيا. نعم. شمست الملايح وكان. البي اجت بنت عمتي بنتها اجت بدنا نروح نزورها ام عبد الكريم. نعم. رحنا انا وبي وعمي ابو اناس الله يرحمه. الله يرحمه. بس صرنا تحت الضيعه شفتنا وعرفت بي. يا ابن خالي لك شو عم اقول شهر نهار العربي كان شتويه وشمت الدنيا صيفت بتقول. لك عم اقول شهر نهار العربي انت جاي لعندي يا ابن خالي. والله طلعنا على السلطان. كنت انا اول طلعتي صبيبي اول طلعتي وبي بعده شاب كان الله يرحمه. هان زمان كيف كانوا يعيشوا اهلك؟ شو يعيشوا؟ شو يشتغل؟ على الزراعة كلها زراعة. غنم واحد في عندك؟ لا لا بس زراعة. بس زراعة. كان وفيش ماي بس. طارش بس مش فليحة يعني. ما نعمل دوب للنسب نحن كنا بخير الطرة محسودين إنه في عنا عين بنص الضيع. جيبوا عين من نص الضيع. هاي من زمان الله يرحمنا اللي جابينا من فاقل الجبل هاي هاي بنص الضيع لسه أنا انتبهت لها بتشوفها. نعم. يمكن الحنفية بالليل بيسكروهم. نص الضيعة نعمة هاي ما كانش فيه كل لا لا ما كانش فيه بكل عالم كده لا سموها دب بيرة كثر ما يتحكم العالم يجي يتحكم على الميت سمع هالكلمات خيك أحمد الصيفي شو بتقول إن شاء الله إن شاء الله بدي أقول له الله يعافيه وعليكم الله يحفظه الله يخلي له يدي يفرح فيهم آمين طمنا أنا محمد كيف منيح محمد منيح وزياد وزياد منيح كان هان زياد وفل قاعد جمعة زمان بس تعرف محمد زياد وعلي زياد دمكم أخته لأبو علي الشباب تسلم عليك إن شاء الله رب العالمين الله أكبر الله أكبر نختم نعم بالفاتحة للروح بيك نعم الله ومومتك نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم خيب علي أحمد كيف حالك بصحتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مشتاق لك كثير الله يعافيك ويعافي لك كل ليلك ويعافي لك نسوانك ويخلي لك إخوتك الله يجبر خاطرك أنت بقيت تجبر خاطرنا كثير الله يجزيك الخير أنا ممنونك كل حياتي الله يخليه للوجه يخليه لكل ذلك الله يجزيك ويطعمكم الذرية الصالحة من هون ليوم القيامة إن شاء الله آمين إن شاء الله وأنا بدي منك سلم لي على خيب محمد أرفلي محمد حسن أرفلي نعم وإذا كان حدا من أخوته كمان تسلمون لي إن أنا هو مستعلم وعلى جميع الأقارب والأهل والأصحاب على جميع عيالك وعلى الكل الله خليه طيب حدثنا شي شغله صارت معك انت وياه انا والله هيك ما فش عندي ابدا ولا شيء تتذكر شي شغله هيك صارت في شغل بعد بنت بعد الله خليه الوجه الله يحفظك يا رب الله يحفظك يا رب الله يزيد خير يخلي لك كل لك ويعافيك ويعافي عنك الله يبارك فيك الله يجزيك الخير السلام عليكم الله يبارك فيك يرحم امك يرحم بيك يرحم امك يا رب